خلطه الخلطه الخلطه الحرشه الخلطه الحرشه أيوة. الخلطه الحرشه دي حضرتك هنمشيها في الفول، هنمشيها في الطعميه، هنمشيها في العدس الاسكندراني، الكبده الاسكندراني، هنمشيها في الحواوشي، سجق بلدي، في سجق بلدي، الحاجات اي اكله حرشه عندنا هنعملها. عايزين نعمل لها طعم حلو، هناخد من الخلطه دي. يعني لو عملت حبه شويه بتنجان مقلي كده مع شويه فلفل مقلي وبطاطس مقليه نحط. طب ما انت حلو قوي يا شيف شربيني، ما الكلام ده ينفع؟ طيب ما قلتش ليه الكلام ده من بدري؟ ما انا بغش منه. لا احنا بقى لنا ساعه عمالين نتكلم نعمل ايه. انت ما تقولش. لا قول دلوقتي يا شيف شربيني. لا مش هقول تاني. هنحط بقى اهم حاجه الاول، هنحط كزبره، كزبره ناشفه، كزبره، وهنحط كمون، كمون، صل على الحبيب، اللهم صل على النبي، وهنحط شويه ثوم بودره، اهم حاجه ثوم البودره، البقدونس كتر من البقدونس بقى يا صاحبي، وهنحط شويه ورق بقدونس. ايوه انت كنت شغال على الطرق قبل كده يا شيخ؟ لا شميته. طيب كويس قوي. وهنحط شويه بصل. ايوه بودره يا جماعه، البصل البودره كويس، والثوم البودره بيحل محل الفريش تماما، سلكوا تمام الثقه ان ده. انا دوقت على محمد الخلطه، خلي بالكم الخلطه دي يا شيف شربيني ناقصها ايه؟ يعني انا من رايي كده شويه بابريكا حلوين. ده انت 100 والله يا شيخ، ما انا ما بغش منك بقى والله. 100 تسلم. أيوة. ايدك. لا كده انت هتاخد شهاده عطار. أيوة. يعني عطار قديم كمان، عطارين مصر كده، عطار قديم كمان. مش قوي. بص بقى يا شيف، هنقلب الخلطه دي كده على بعضها. اي اكل حرش عندك البرنامج. انت مسحتها خالص ليه يا شيف شربيني؟ عينيا بس كده احلى يعني شطه. ما هو شطه. لا ما هوش الشربيني. لا ما هو هي اساس عندي الشطه اساسها صح. وبعدين الشطه احنا ممكن نخلي الشطه على حسب الطلب. حد عايز اكله حاميه نحط شطه. يا عم احنا في رمضان، صل على النبي، صل على النبي، مش عايزين صل على النبي تكسب. عليه الصلاه والسلام، صل على رسول الله. شفت بقى انا عرفت ايه؟ عرفت الايه الحاجه اللي هو ما حطهاش. لكن ايوه شويه شطه اهي. ايوه كده يعني ايه احلى شط. هو ده هو الاكل الحرش بيجي منين؟ احلى شط اهي، حاجات السبايسي. انا عندي حبه البقدونس اللي انت حطيتهم دول في الشغل هيعملوا طعم حلو قوي. وبعدين انت عندك الكمون مع شويه الفول يريح المعده كويس، والكمون اصلا بيهضم. يا باشا انت عامل حبه ثوم باودر وشويه بصل باودر، دول اطبخ بيهم من غير اي حاجه ثانيه. يا شيف شربيني انا عايزك تجرب الكلام ده وتعمل شويه بتنجان مقلي. ما دول انا هاخدهم معايا وانا ماشي وانا هسيبهم. طب حاجه من دي؟ لا انا عايزك تحاسب الاول. نعم عايزك تحاسب. ما انا طب ده بقى نعمل لي ديسكاونت. هنعمل لك ديسكاونت لان انا ليك يا شيف شربيني. يعني مش برضه احنا بنشقى يعني. ما انا جاي بقى، ما انا عايزك تشم. ما هعطس. لا ما تعطس. انتوا ليه ما تعطسوش؟ لا احنا عندنا يعني مناعة. يعني دخلت المحل قعدت تعطس وهات مناديل وهات بتاع وانتوا قاعدين 24 ساعه هنا ما شفتكش عطست يا اخي. مناعة يا شيف مش شربيني. بحقد عليك. لا 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 مناعه خلاص. مناعه عطار قديم. صلي على النبي يا جمال. استنى بقى ما اعمل لك دي. ايه دي؟ هو لما طعم حاجه حلوه لازم اعمل كده بجد والله. انت اول مره تعرفها؟ اول مره اعرفها. شكرا.